حياكم الله متابعينا في يورو جول، مستمرين معكم في نقل مبارياتنا الخاصة بهذه المسابقة، مسابقة بطولة أمم أوروبا بطريقتنا هنا في الشبيبة عبر يورو جول. منافسات المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات اسكتلندا، تشيك، وأيضا المنتخب الكرواتي ومنتخب انجلترا. هذه المباراة اليوم راح تكون المباراة الأولى للمنتخب الاسكتلندي وراح تكون ضد منتخب التشيك. رحب بي الشباب في منتخب اسكتلندا، نتعرف عليكم فقط، تمسك المايك وتخبرنا عن اسمك. حسام الغطريفي. حياك الله حسام. سعد الحارثي. حياك الله سعد. أيضا الشباب موجودين معنا في المباراة اللي قبلها من منتخب التشيك، نتمنى لكم إن شاء الله جميعا التوفيق في هذه المباراة. مثل ما ذكرنا لكم مسابقتنا برعاية ألتيميكس نفط عمان، راح نأهل الفرق الأول والثاني على رأس كل المجموعة، ومن بعدها نشوف أفضل أربع فرق حصلت على المركز الثالث ليتأهلوا جميعا إلى المستوى الثاني وهو دور الستاعش، ومن ثم إلى دور الثمانية ودور الأربعة إلى النهائي. الفائز راح يحصل على 1000 ريال، الثاني 500 ريال، و250 ريال لكل من صاحب المركز الثالث وأيضا الرابع. نبدأ مشوار مباراتنا بين المنتخب الاسكتلندي الذي يأتي برعاية ورود جرنان وأيضا منتخب التشيك الذي يأتي برعاية الرفيق. نبدأ السؤال الأول. السؤال الأول يقول: أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة هو منتخب انجلترا اللي موجود معكم في هذه المجموعة، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ أكثر المنتخبات مشاركة في البطولة هو منتخب انجلترا. 30 ثانية بتوقيت ميستال، ومن بعدها نسمع الإجابة من المنتخب الاسكتلندي. اكسب نقاط مكافأة مع تطبيق أومكو وورد واستبدلها مقابل وقود مجاني أو أي عروض يقدمها شركائنا. حمل تطبيق أومكو وورد على أبل ستور أو جوجل بلاي وكافئ نفسك مع ألتيميكس نفط عمان. الإجابة من المنتخب الاسكتلندي للسؤال الأول، تقول أن هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ معلومة صحيحة. المعلومة خاطئة. طيب السؤال الأول يقول للمنتخب التشيكي في هذه المباراة ضد منتخب اسكتلندا، يقول: حقق المنتخب الفرنسي في تاريخه لقبين فقط، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ تشاور حاضر بين الفريقين ونسمع الإجابة. السؤال يقول: حقق المنتخب الفرنسي في تاريخه لقبين، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ صحيحة. المعلومة صحيحة، نثبت الإجابة. وإجابتكم صحيحة، إذن النتيجة تشير إلى 1-1 للمنتخب التشيكي. السؤال الثاني للمنتخب الاسكتلندي يقول: أكثر المنتخبات وصولا إلى النهائي هو منتخب ألمانيا، صح أم خطأ؟ أكثر المنتخبات وصولا إلى المباراة النهائية هو المنتخب الألماني. 30 ثانية بتوقيت ميستل، ومن بعدها نسمع الإجابة من المنتخب الاسكتلندي. من المنتخب الاسكتلندي شباب يتشاورون فيما بينهم، والإجابة تقول توقعنا صحيحة. المعلومة صحيحة فعلا. طيب ما راح نروح عن المنتخب الألماني بعيد. السؤال الثاني للمنتخب التشيكي يقول: المنتخب الذي استطاع تحقيق لقبين متتاليين هو ألمانيا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة خاطئة. الإجابة خاطئة فعلا، وإجابتكم صحيحة. السؤال الثالث للمنتخب الاسكتلندي يقول: المنتخب الوحيد الذي استطاع الوصول للنهائي لثلاث مرات متتالية هو منتخب هولندا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ نسمع الإجابة من بعدها من المنتخب الاسكتلندي. الإجابة تقول إجابة صحيحة. المعلومة خاطئة، إجابتكم خاطئة أيضا. ألمانيا هي من حققت النهائي أو وصلت للنهائي عفوا لثلاث مرات متتالية في 72، 76 و80، وفيها أيضا حققت اللقب لما وصلت للنهائي. طيب السؤال الثالث للمنتخب التشيكي يقول: أربع منتخبات استطاعت تحقيق اللقب على أرضها، أربع منتخبات استضافت البطولة، بطولة اليورو، وأيضا استطاعت تحقيق اللقب لما استضافت هذه البطولة. 30 ثانية نسمع من بعدها الإجابة. النتيجة ما بين الفريقين،
2 لتشيك و1 لمنتخب اسكتلندا. الإجابة تقول إن شاء الله هذه المعلومة إجابة صحيحة. المعلومة خاطئة، إجابتكم أيضا خاطئة. 3 منتخبات، إسبانيا 64، إيطاليا 68، فرنسا 84 استضافت فيها البطولة نسخ اليورو وأيضا حققت اللقب. طيب السؤال 4 للمنتخب الاسكتلندي يقول 4 منتخبات استطاعت الفوز في أول مشاركة لها، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ 4 منتخبات، المنتخب الاسكتلندي 10 ثواني مر على وقت ميستل في يورو الشبيبة. الإجابة تقول إجابة خاطئة. المعلومة خاطئة. المعلومة صحيحة. طيب النتيجة، تفوق المنتخب التشيكي على منتخب اسكتلندا. السؤال 4 للمنتخب التشيكي يقول أكثر المنتخبات فوزا في المباريات أثناء مشاركتها هو منتخب إسبانيا، صح أم خطأ؟ الإجابة تقول من المنتخب الإجابة التشيكي. خاطئة. الإجابة خاطئة وفعلا إجابتكم صحيحة. طيب السؤال الأخير للمنتخب الاسكتلندي يقول أكثر المنتخبات خسارة هو منتخب فنلندا، أكثر المنتخبات خسارة في المباريات هو منتخب فنلندا، هل هذه المعلومة صحيحة أم خاطئة؟ 30 ثانية، أقل من 30 ثانية بتوقيت مستل، نسمع الإجابة بعدها. معلومة صحيحة. المعلومة خاطئة. طيب السؤال الأخير للمنتخب التشيكي يقول أكثر المنتخبات تعادلا هو منتخب إيطاليا، صح أم خطأ؟ إجابة صحيحة. تقول إجابة صحيحة. المعلومة صحيحة فعلا وإجابتكم صحيحة، وكذا تكون النتيجة 4-1. يتفوق في هذه المرحلة منتخب التشيك على المنتخب الاسكتلندي. نتابع هذه المباراة بين المنتخبين في تحدي البلاي ستيشن في المرحلة الثانية، ومن بعدها نعرف نتيجة هذه المباراة ضمن إطار المجموعة 4 في يورو جول. أطرق يكمل عيدك، مجموعة عطور جرنان أيقونة الهدوء والنقاء، مزيج منعش يستحق الاقتناء. عطور جرنان معك لآخر لحظة. حياكم الله متابعينا في تحدي البلاي ستيشن الشوط الثاني في هذه المباراة بين الفريقين، فريق اسكتلندا وأيضا فريق تشيك في إطار المجموعة 4 من يورو جول. النتيجة في المرحلة الأولى والشوط الأول بين المنتخبين انتهت بتفوق المنتخب التشيكي 4-1. نبدأ المباراة مع بعض. مباراة من الممكن الاستفادة من خلالها من جانب المدرب بعض التجارب، بعض اللاعبين، اكتساب الخبرة، احتكاك بفرق أخرى إنجليزي. رحيم ستيرلينج، ذكر أن برنامجنا برعاية ألتيميكس مطمان من يورو جول، هذه المسابقة التي تقام بالتزامن مع بطولة أمم أوروبا 2020. هدف أول للمنتخب التشيكي في هذه المباراة، مباراة المنتخب التشيكي مع منتخب اسكتلندا في تحدي يورو جول ضمن إطار المجموعة 4. كابتن، محتاجين عدد كبير من الأهداف علشان مسألة صعودكم إما الثاني أو حتى الثالث على الأقل. ملعوبة إلى هاريكين، نحاول خذلها لكن بنحاول نقدر نسوي. تصلي هاريكين، من اللي تتوقع أن يكون في المركز هدف ثاني لمنتخب تشيك. صارت المهمة صعبة، لا يمكن أن توقفه عن التسجيل. هذه الكرة راح نيو فيتا، المكمل الغذائي المعزز لمكافحة التعب والإرهاق. نيو فيتا للطاقة، أحدث وروح
أعلى متوفر في جميع الصيدليات الكبيرة في السلطنة مثل صيدلية الحشار وأيضا صيدلية العاصمة. هل نشاهد هدف؟ لا. أضيع من المنتخب التشيكي 6-1 النتيجة صارت 7-1 الآن للمنتخب التشيكي على المنتخب الاسكتلندي. نذكر بطريقة التأهل في دوري المجموعات الأول والثاني على رأس كل مجموعة من المجموعات الست. الثالث أفضل 4 ثوالث في المجموعات الست يتأهلون إلى دور 16 ومن بعدها يتأهلون إلى دور 8 وأيضا إلى دور 4 والنهائي وتحديد أيضا المركز الثالث والرابع اللي راح يفوزون ب 250 ريال، المركز الثاني 500 ريال والمركز الأول 1000 ريال. جاهد فالنتي لمنتخب تشيك، هل راح يسجلها أم لا؟ ضاعت من المنتخب التشيكي. شجاعة كبيرة، افتكاك للكرة ينقذ فريقه من ثواني أخيرة وتنتهي المباراة بين الفريق الاسكتلندي والفريق التشيكي والنتيجة تأكيد على التفوق من المرحلة الأولى للمنتخب التشيكي أو 7-1. يخسرون الكرة، العودة صارت صعبة في المباراة، فرق الأهداف يؤكد بأن ما في مجال للعودة. جيرو يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات، ممكن نقل الكرة والبحث عن هجمة مرتدة. نقل الكرة لازم يكون بشكل أسرع لاستغلال الكرة المرتدة، يمنع عبور التصويبة، الحارس يخرج في الوقت المناسب بيخلص الكرة وبيبعدها ويمنع فرصة في غاية الخطورة. والآن تأتي صفرة، تنتهي المباراة بين الفريقين بفوز المنتخب التشيكي 7-1 على المنتخب الاسكتلندي. مبروكين كباتن وكل التوفيق إن شاء الله في ما تبقى لكم من مباريات، وأيضا نبارك أيضا المتأهلين على هذه المجموعة تأكيد على التفوق مرة أخرى في هذا المرة. الله رب العالمين، ضمننا مقعد في دور 16 ونتمنى أن نوصل للنهائي، وهارد لك للفرق اللي خسرت وإن شاء الله القادم أفضل بإذن الله. ما حالفكم الحظ أيضا في مرة ثانية في هذه المرحلة والشوط الثاني من المنافسة أمام المنتخب التشيكي، وأكد المنتخب التشيكي أحقيته بالفوز في هذه المرحلة. نعم، ما حالف من الحظ بحكم المستويات، وأحب أبارك حال الفريق التشيك، أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله في المباراة الجاية، إن شاء الله نقدر على الأقل ونخرج لو بنقطة من المباراة القادمة إن شاء الله. بإذن الله كل التوفيق لكم، يعطيكم العافية كباتن اللي كانوا ماسكين الأجهزة في تحدي البلاي ستيشن. إذا تنتهي مباراة المنتخب الاسكتلندي مع منتخب التشيك بتفوق المنتخب التشيكي 7-1 في مجموع الشوطين وفي مجموع المرحلتين. نلقاكم في مباراة أخرى ضمن إطار المجموعة الرابعة في يوروغول. الآن مع أحدث التشكيلات والألوان العصرية من الانترلوك، ودائما مع المدينة للمنتجات الأسمنتية.